باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان والى ظهر الدور كلها، امين. بنعمه ربنا هناخد موضوع مهم النهارده من العقائد المسيحيه الكبرى، وهو عقيده الثالوث القدوس، أو يقولوا التثليث والتوحيد. بقول هناخد موضوع الثالوث القدوس أو التثليث والتوحيد. وحدانية الله أمر مقرر من زمان، وهو الدرس الأول اللي تعلمته البشرية منذ أن عرفت الله. إيماننا بأن الله واحد ليس محل شك، حتى إن قانون الإيمان بتاعنا اللي بنردده في كل صلاة وفي كل مناسبة، أول لما يبدأ في البداية خالص يقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد، فده أمر بديهي بالنسبة للمسيحيين. في نصوص كتابية كثيرة جداً، سواء في العهد القديم أو سواء في العهد الجديد، كلها تؤكد وحدانية وحدانية الله. هنقول بعض الآيات، مش كلها، على سبيل المثال. لو بدينا من العهد القديم يقول في سفر التثنية: الرب هو الإله، ليس آخر سواه. الرب إلهنا رب واحد، ده في تثنية 6. أنا هو وليس إله معي. أعدوا قلوبكم للرب واعبدوه وحده، دي جت في صمويل الأول 7:3. أنت الرب أيها الرب، أنت هو الإله وحدك، ده في ملوك الثاني 19. أنت الرب الإله وحدك، برضو ملوك الثاني. يا رب ليس مثلك ولا إله غيرك، دي أخبار أيام الأول. أنت هو الرب وحدك. نحمية: أنك أنت الإله الواحد في الأرض كلها. طوبيا: وسجدوا لإله السماء الواحد. يهوديت 5: أنك أنت الإله وليس آخر سواك. يهوديت 9: الباسط السماوات وحده. أيوب 9: وواحد كوننا في الرحم. أيوب 31: إنك اسمك يهوى وحدك العلي. مزمور 82: عظيم أنت، أنت الله وحدك. مزمور 85: ليسبحوا اسم الرب لأنه قد تعالى اسمه وحده. مزمور 147: لا إله إلا أنت يا رب. يشوع بن صراخ: يا رب الجنود أنت هو الإله وحدك. أشعياء 37: إنك أنت الرب وحدك. أشعياء 37:20:
أنا بجيب أمثلة يا أولاد، يعني مش كل الآيات بقولها لكم، بس بنوري قد إيه الأمر ده يعني بديهي جدا بالنسبة لنا. أنا الرب ولا إله آخر غيري ليس سواي. إشعياء 45. أليس إله واحد خلقنا؟ ملاخي 2. نصوص كتيرة قوي، أنا جبت لكم بعض الإيه الأمثلة. كل الأمثلة اللي قلتها دهيت من العهد القديم. هنقول طب في العهد الجديد اتغير؟ أبدا، في تأكيد أيضا على وحدانية الله في العهد الجديد. للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. متى 4 ولوقا 4:8. فمن يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده. مرقس 2 ولوقا 5. ليس صالح إلا واحد هو الله. مرقس 10 ولوقا 18. إن الرب إلهنا هو رب واحد. مرقس 12 ومتى 22 ولوقا 10:27. إن الله واحد وليس آخر سواه. مرقس 12:32. يقول كيف يمكنكم أن تؤمنوا وأنتم تقبلون المجد بعضكم من بعض؟ وأما المجد الذي من الله الواحد وحده فلا تبتغونه. يوحنا 5:44. يقول هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك. دي يوحنا 17:3. لأن الله واحد. رمية 3:30. للجميع رب واحد. رمية 10:12. لا إله إلا واحد. كورنثوس الأولى 8:4. لنا إله واحد. كورنثوس الأولى 8:6. الله واحد الذي يعمل الكل في الكل. كورنثوس الأولى 12:6. الله واحد. غلطية 3:20. واحد هو الله أبو الكل الذي هو فوق الكل. أفسس 4:6. ملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى. الله وحد له الإكرام والمجد إلى ظهر الدهور. تيموثاوس الأولى 1:17. لأن الله واحد. تيموثاوس الأولى 2:5. أنت تؤمن بأن الله واحد فقد أصبت، والشياطين أيضا يؤمنون ويرتعدون. ده يعقوب 2:19. واحد هو وضع الشريعة وهو الديان الذي يقدر أن يخلص ويهلك. يعقوب 4:12. للإله الوحيد مخلصنا المجد والعظمة والعزة والسلطان قبل كل زمان والآن وإلى جميع الدهور. يهوذا 25. أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الإله. دي رؤيا 1:8 و22:13. أنا هو الأول والآخر. رؤيا 1:17. دي بعض الآيات التي تؤكد عن وحدانية إيه؟ الله. فده درس البشرية حفظته
وفهمته وأيقنته تماما. طب امال ايه حكاية التسليس زيت بقى؟ ايه حكاية التسليس طالما بنقول الله واحد؟ ومن اين جاءت؟ إذا كان الله واحد إيه معنى الثالوث؟ وهل يتعارض التسليس مع وحدانية الله؟ أول حاجة عايزكم تعرفوها قبل ما أشرح لكم الموضوع معنى التسليس، لكن أحب تعرف يا أولاد ان كل ايمان وعقيدة احنا بنؤمن بيها مصدرها الكتاب ومصدرها الهي، بيبقى اعلان من الله. في العهد القديم في اشارة للتسليس ولكن مش واضحة قوي، لكن موجودة. لكن جه ربنا في العهد الجديد وبقى في تصريح وشرح صريح للتسليس او الكلام عن الثالوث القدوس، وده اسلوب ربنا انه بيتدرج بينا في الفهم خطوة لخطوة، زي المناهج دلوقتي. اي منهج الناس بتدرس في مدرسة او في جامعة او في اعداد خدام يبدأوا بالحاجات الاول، الدرس الاول اتفهم يبنى عليه بعد كده درس اخر، يبقى خطوة اخرى في تقدم في المعرفة بتوسع اكتر. في المدرسة كلكم تاخدوا علوم، تاخدوا النبات وجسم الإنسان والحيوان وهكذا، واللي ياخد الدرس عن الإنسان والأجهزة، الجسم، الجهاز الدوري، الجهاز الهضمي، الجهاز العصبي كده، العيال الصغيرة يفتكروا ان هم بقى عرفوا كل حاجة عن الايه، عما يخص الإنسان، وبيبقوا فرحانين وحفظوا بقى الدرس ده كويس قوي. لكن يفاجئوا بقى لما يدخلوا في مراحل اكثر تقدما ان الموضوع فيه توسعات كتيرة، بس ما لو جينا نشرحها لهم ما يقدروش يفهموها، فمحتاجة يفهموا خطوة وبعدين يفهموا الايه، الجهاز، في جهاز هضمي، في جهاز دوري، في جهاز بولي، في جهاز عصبي. فيبدأوا بقى يشرحوا الجهاز الهضمي ده عبارة عن ايه وايه وايه وازاي وهكذا، كل خطوة تسلم التانية. فكان شيء طبيعي ان ربنا اتعامل مع البشرية كده بعد ما ايقنوا الدرس الاول وحدانية الله دي ما بقاش فيها شك، فبدأ يعلن لنا باكثر وضوح عن طبيعته، عن طبيعة ربنا ايه، من هو. فبدأ يكلمنا عن الثالوث القدوس وهشرحه لكم، بس عايز اقول لكم في الاول ان الكلام عن الثالوث القدوس ده تعليم كتابي، زي ما جبت لكم آيات اتكلمت عنه، عن وحدانية الله. هنذكر بعض آيات صريحة قبل ما نشرح
مفهوم التثليث، آيات صريحة بتتكلم عن الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس. نلاحظ في العهد القديم كان ربنا لما يتكلم بصيغة الجامعة، يقول نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. طب ازاي هو واحد ويتكلم بصيغة الايه؟ الجمع. في حد ممكن يقول لي ايه؟ طب ما احنا درسنا في اللغة العربية ان ممكن صيغة الجمع دي تفيد التعظيم، زي حضراتنا امرنا نحن كذا، يعني دايما الشخصيات الكبيرة يتكلموا بصيغة الايه؟ الجمع. لكن الاسلوب ده في التعبير ما كانش موجود في اللغة العبرانية وفي اللغة القديمة اللي كتب بيها الكتاب زمان، غير اللغة العربية. كل لغة ليها ايه؟ ادبها. حتى في امثلة للملوك العظام زي نبوخذ نصر، يقول صدر مني امر، يتكلم بصيغة الايه؟ المفرد، ما تكلمش بصيغة الجمع. فدي كانت اشارة في العهد القديم عن ان الله الواحد مثلث الاقانيم. في اشارات اخرى، يقول في بداية الخليقة كان روح الله يرف على وجه الايه؟ المياه. فبدأ يتكلم على روح ايه؟ اللي هو الروح القدس. روح الله يرف على وجه الايه؟ المياه. داود يقول قال الرب لربي اجلس عن يميني. وده السؤال اللي سأله ربنا يسوع المسيح للتلاميذ مرة، بيقولوا له المسيح يا ابن من؟ يقولوا له ابن داود. فيقول كيف يدعوه ايه؟ ربا. يقول قال الرب ايه؟ لربي. في المزمور برضو يقول بكلمة الرب صنعت السماوات. فمرة اتكلم على الروح القدس، وهنا بيتكلم على الايه؟ الكلمة، اللي هي قال لها القديس يوحنا في البدء كان الكلمة، به كان كل شيء، بالكلمة. سليمان في الأمثال يقول ما اسم ابنه؟ ما اسم ايه؟ ابنه. ففي العهد القديم اتكلم عن الروح يرف على وجه المياه، واتكلم عن الكلمة، وقال ما اسمه وما اسم ايه؟ ابنه. فالأقنوم الثاني هو الكلمة، هو الابن أيضا. وهكذا كان في العهد القديم في بعض الإشارات
والتلميحات، لكن غير صريحة انه يجيب الثالوث على بعضه وقال ويقوله يعني. لكن في العهد الجديد بمجيء ربنا يسوع المسيح بدأ يبقى فيه إعلان واضح وصريح عن الثالوث القدوس. كان أول إعلان واضح لما الملاك بشر الست العذراء وقالت له كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف إيه رجل. قال لها إيه؟ الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك المولود القدوس المولود منك القدوس المولود منك يدعى ابن ايه؟ الله. القدوس المولود منك يدعى ابن الله. الروح القدس يحل عليك، ده الروح القدس، قوة العلي إشارة للآب. القدوس المولود منك يدعى ابن الله. هو قدوس، مين اللي يتقال عليه قدوس؟ الله، هو ابن الله. فهنا بيتكلم عن أكنوم الابن، ده تصريح للثالوث القدوس مرة واحدة. طبعا في مناسبة كانت واضحة جدا للثالوث القدوس حصلت وبنعتبرها عيد مهم قوي. هو ايه؟ لا عيد الظهور الالهي، صح، اللي هو ايه؟ يوم المعمودية. وربنا يسوع المسيح اثناء عماده الابن في نهر الاردن وصوت الآب من السماء يقول هذا هو ابن الحبيب، والروح القدس في شكل ايه؟ حمامة. عشان كده بنسميه عيد السيئوفانية او عيد الظهور الالهي. ربنا اعلن عن نفسه انه هو الآب والابن والروح القدس. ده غير كده، لما ربنا يسوع المسيح ارسل تلاميذه بقى هيكرزوا في المسكونه كلها، قال اذهبوا وتلمذوا وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. مين اللي قال كده؟ ربنا يسوع المسيح نفسه. وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. انا بوريكوا عشان لما نيجي نشرح بعد كده تعرفوا اللي بنشرحه دوت مش حاجة مخترعة، ده ربنا هو اللي ايه؟ اللي اعلن عن ذاته. وما اتكلم عن ارسال الروح القدس يقول ايه؟ واما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الاب باسمي. فبيتكلم عن الروح القدس والاب وباسمي اللي هو الايه؟ الابن الكلمه. ومره تاني يقول الذي الروح القدس الذي ينبثق من الاب. ابائنا الرسل كانوا يتكلموا دايما ما يدوا نعمة او بركة لازم ثالوثية. معلمنا بولس الرسول نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم. اللي هي لغاية دلوقتي الكاهن دايما يقولها، محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة موهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع ايه؟ جميعكم. القديس يوحنا الرسول يقول الذين يشهدون في السماء ثلاثة هم مين؟
الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة واحد. رغم ان بنقول ثلاثة لكن هم ايه؟ واحد. وطبعا اتقال كلام كتير عن الروح القدس، يقول روح الله القدوس، انتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. يقول ان الروح يفحص كل شيء حتى اعماق الله. يقول امور الله لا يعرفها احد الا روح الله في كورنثوس الاولى 2. دي بعض النصوص الكتابية اللي خدنا منها معرفتنا ان الله الواحد هو الايه؟ الاب والابن والروح القدس. الاب هو الله، الابن هو الله، الروح القدس هو ايه؟ هو الله. دي اهم مصدر واول مصدر. المصدر ده استلمناه كمان من التقليد. الكنيسة فهمت الكتاب كويس وسلمته لنا. فالتقليد ده بيبان ازاي؟ من الحاجات اللي احنا اتعلمناها، الكنيسة علمتها لنا في الممارسات بقى، الممارسات العبادة اللي تعبر عن إيماننا. من أكتر الحاجات اللي تلاقي المسيحيين أو معظم المسيحيين في كل العالم يتفقوا عليها، رشم الصليب. كل باسم الآب والابن والروح الإيه؟ القدس. ونرشمه كده، باسم الاب والابن والروح القدس. صحيح في بعض الطوائف يعملوه كده العكس، لكن الكل بيتفق على باسم الاب والابن وايه؟ والروح القدس. دايما في الصلوات الكنسيه نلزق سابت ري كي ايو كي اجيو ابن مات، يعني ايه؟ المجد للاب والابن والروح القدس. طبعا في قوانين الايمان اللي استلمناها، كان في قبل ما يبقى في القانون الايمان اللي بتاع نيقيا اللي بنقوله، كان في قانون هو زيه بس مختصر شويه ايام الاباء الرسل. يقول اؤمن بالله العظيم الاب خالق السماوات والارض، وبيسوع المسيح ابنه الوحيد ربنا الذي حبل به من الروح القدس وولد من العذراء مريم، واؤمن بالروح القدس. يعني اذا هذا الايمان وهذه العقيده واضحه وجليه في الكتاب المقدس ومقرره ومثبته في حياه الكنيسه ومسلمه بالتقليد من جيل الى جيل. وحتى يومنا هذا الثالوث القدوس، هذه العقيده كل المسيحيين في العالم لا يختلفوا عنها عليها ابدا. عقيدة التثليث من العقائد اللي ما فيهاش ايه؟ خلاف بين الطوائف كلها. طبعا قانون الايمان بتاع نيقيا اللي صاغه مجمع نيقيا بقيادة البابا أثناسيوس الرسولي هو ما اخترعوش، هو كان بالفعل بيقال في الكنيسة بس أصيغ بطريقة أكثر تحديدا وتدقيقا في مجمع نيقيا. وقانون الإيمان ده كل المسيحيين حافظينه في كل المسكونة من المحفوظات. أعتقد إن مفيش حد فيكم مش حافظه.
ولا نسمع؟ نقول فقرات منه. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، قلتوه كله كده يعني. مش هجيبه في الامتحان. فهنا تلاحظوا قلنا نؤمن بإله واحد الله الآب، وشرحنا حتة صغيرة عنه، لكن نؤمن برب واحد يسوع. اتكلمنا كتير قوي بقى، لأن أقنوم الابن هو الأقنوم الإعلان اللي تمم الفداء، فأسهبنا في الحديث عنه، وفي الآخر قلنا نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده، وهكذا يعني. فدي اللي أعلنه الكتاب وحي في الكنيسة استلمناه، وقوة هذا الإيمان وهذه العقيدة قوية جدا، لدرجة زي ما بقول لكم كل الطوائف المسيحية تجمع على هذه العقيدة، أن الله واحد ذو ثلاث أقانيم، الآب والابن والروح القدس. وتاريخ الكنيسة مليان، كان في واحد اسمه سابيليوس فهم الثالوث بطريقة خاطئة، ان ربنا الاب هو الابن هو الروح القدس، ولكن يعني اعلن ذاته هو اقنوم واحد، مرة الاب ولو مرة يبقى الابن مرة يبقى الروح القدس، والكنيسة حرمته، لان وحدانية الله وحدانية الجوهر دي حقيقة مثبتة، لكن الله جوهر واحد لكن ذو ثلاث أقانيم اللي هم الآب والابن والروح الإيه؟ والروح القدس. احنا فهمنا الموضوع بالصورة دهيت، لكن عايزين نشرح بقى او نفهم ايه معنى اقانيم، ليه هو الاب والابن والروح القدس، منين هما بنقول ثلاث حاجات اب وابن وروح قدس وبعدين نقول واحد ازاي. وايه معنى اقنوم؟ انا هشرح لكم ببساطة الموضوع الاول وبعد كده ندخل في المصطلحات. فاكر مرة وانا في الدير شخص غير مسيحي سألني سؤال في الثالوث القدوس، قال لي انا بتحير فيكم. قلت له ازاي؟ قال لي منين بتقولوا بتؤمنوا بإله واحد وبعدين ترجعوا تقولوا يعني الاب والابن والروح القدس؟
يعني حاجة بتحيرني، يعني في تناقض هنا، هو واحد ولا في حد اسمه الآب والابن والروح القدس؟ مش قادر افهمها. فانا قلت له لا، احنا بنؤمن بإله واحد ولكن بنثبت وحدانية الله. لان لو كل واحد بيقول اؤمن بإله واحد، طب ازاي نثبت ان الله واحد؟ ايش عرفني ان ما يجوز في آلهة اخرى؟ ما في ناس بتعبد آلهة اخرى، ممكن كل واحد يقول اللي بيعبده ده هو الاله الايه الواحد. نثبت ازاي ان ما فيش في وسط الآلهة دي كلها اللي هو اللي بيدعوها آلهة غير اله واحد هو الاله الحقيقي؟ وسط تعدد الآلهة المنتشر في العالم، فعشان يكون الله واحد لابد أن يكون يتصف بصفات لا يتصف بها غيره، وإلا ما يبقاش هو الله وما يبقاش هو إله واحد. إيه هي الصفات ده؟ هي قلت له تفتكر ربنا ممكن يكون هو الله وواحد ويكون حد أوجده؟ قال لا طبعا. يبقى إذن عشان يكون الله واحد لابد أن يكون هو أصل الوجود وأصل ذاته نفسه، هو اللي يعني إيه موجود بذاته، محدش أوجده. فلو ما كانش موجود هو وفي الصفة ديت ان هو الكائن بذاته، هو يبقى ربنا؟ لا، ما يبقاش ربنا. يبقى اذا اول حاجة عشان اقول الله هو الله واحد لازم يكون هو الاصل الوجود كله واصل ذاته كمان. صح؟ صح. قلته كلمة الاصل دهيت بنسميها الاب، اللي هي جت منها كلمة الأب. الأب هو أصل وجود الإيه؟ الابن. علة وجود الابن هو الإيه؟ الأب. فما بنقول عليه الآب يعني هو الأصل، أصل الوجود، وإلا ما يبقاش هو الله وما بيبقاش واحد. صح؟ صح. طيب الكون في كائنات عاقلة كتير، ده الإنسان عاقل والملائكة عاقلين والشياطين عاقلين لأن هم أصلهم ملائكة. طب تفتكر هل ممكن ربنا ما يبقاش عاقل؟ ما في ناس بتعبد اصنام او بيعبدوا طبيعة الشمس او اي حاجة طبيعية، هل تفتكر ان ربنا ما يبقاش عاقل؟ ما فيهوش عقل؟ قال لا مش ممكن. طيب ده اذا كان احنا بعض الخليقة اللي عندنا عقل، في ناس نقول عليها ده عقلية جبارة. طب عقله ده يبقى قد ايه؟ لا ده هو بقى العقل الاعظم، ده هو يبقى مصدر المعرفة في الكون كله.
طب بدون العقل ده او بدون الصفة دي هل يبقى هو ربنا ويبقى واحد؟ لا. قلت له الصفة دي بنقول عليها الابن او الكلمة، باعتبار ان الكلمة تجسيد للعقل للفكر. الفكر ده والعقل مش شايفه لكن بيتجسد، بنحس بيه من خلال الايه؟ الكلمة او الابن. يعني بتتولد مولود، عشان كده بنقول مولود غير مخلوق. فبنعبر عن الصفة دي بالابن او بالكلمة. يبقى ما اقدرش اقول الله واحد ما لم يكن هو اصل الوجود، وما لم يكن هو العقل الاعظم في الكون كله. طيب، ده في كائنات حية وبتتحرك، منها الإنسان والحيوان والنبات والملائكة وغيره، وفي جماد. يا ترى ربنا هيكون في حياة ولا يكون جماد؟ وحياته دي إذا كنا احنا أحياء مصدر حياتنا بتبقى ايه؟ فلابد ان يكون هو الروح المحيي. اذا كنا احنا فينا روح حية يبقى هو الروح المحيي، مصدر الحياة في الكون كله. هل ممكن نتخيل الله بدون ان يكون هو الروح المحيي في الكون؟ لا. قلت له هذه الخصيات التلاتة او الصفات التلاتة هي اللي بنثبت بيها ان الله ايه؟ واحد. بدونها ما اقدرش اقول الله واحد. عشان كده احنا بنقول باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد. يعني بقول هو اصل الوجود واصل ذاته، العقل الأعظم، الروح المحيي. طالما فيه هذه الصفات الذاتية الثلاثة دي، البرهان اللي بعديها أقول الإله الواحد إيه؟ أمين. من غيرها أقدر أقول واحد؟ يبقى إيه اللي بيثبت لي وحدانية الله؟ أن له صفات وخصيات ذاتية لا يتصف بها غيره. من غيرها ما يبقاش هو الله. من غيرها ما يبقاش هو ايه؟ الله. فالتثليث يثبت الايه؟ التوحيد. ووحدانية الله مفهومة لينا بقى، صفاته عرفنا أكتر، وإحنا ده في العهد الجديد الذي أحب أظهر له ذاتي، فهو أعلن عن نفسه لينا. طبعا كلمة الصفات الذاتية والخاصيات والحاجات دي ممكن تتوه، لأن في صفات ذاتية وفي صفات نسبية. يعني في صفات مش ممكن أتخيل الله بدونها، لكن ربنا له صفات تاني كتيرة قوي. هو المحب، هو الرحيم، هو الحنون، هو الغفور. ما دي برضو صفات فيه. بس نقول دي صفات نسبية. صفات ايه؟ نسبية. هو الخالق، خالقنا. لكن هو بدوننا موجود حتى لو ما خلقناش. ممكن اتخيل الله بدونها، لكن مش ممكن نتخيله بدون الصفات الذاتية الايه؟ التلاتة دهيت. فاصطلح الاباء جابوا مصطلح من اصل سرياني كلمة اقنوم، فخلوا سموا اقنوم الاب واقنوم الابن واقنوم الروح الايه؟ القدس. اقنوم احيانا بتعني شخص، أو صفة شخصية. في اليوناني
عبر عنها عن الثالوث القدوس بكلمة يونانية اسمها إيبوستاسس، وبالقبطي نقول هيبوستاسس. تتكون من مقطعين، إيبو يعني تحت، استاسس يعني قيام، يعني ما تقوم عليه الذات الإلهية. ثلاث أقانيم يقوم الله أو وحدانية الله عليها، اللي هو الآب وهو الابن وهو الروح القدس. عشان كده سموها تحت قيام، يعني بدون هذه الثلاث أقانيم أو الإيبوستاسس لا تقوم الذات الإلهية. هو أصل الوجود وأصل ذاته، هو العقل الأعظم، هو الروح المحيي. وباللاتين يقولوا هايبوستاسس، لكن كلها تعني بتدور في معنى واحد. هل في اقنوم سابق لاقنوم؟ لا، عمر الاب ما كان بدون ابن وروح قدس، وعمر الابن بدون اب وروح قدس، وهكذا. يعني انا ممكن اقول على كل اقنوم منه الله، ممكن اقول الله او اقول الاب، الله او الابن، الله او الروح القدس، لان هو واحد. ده مرة احد التلاميذ اتلخفن لما ربنا عمال يتكلم يقول الاب وابي وارسلني وكده. ففيلبس مرة بيقول له يا سيد ارنا الاب وكفانا، يا سيد ارنا الاب وكفانا. فرد عليه ربنا يسوع المسيح قال له انا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيلبس، من رآني فقد رأى الاب، انا والاب واحد. مين اللي قال كده؟ ربنا يسوع المسيح. ففي اسوأ الظروف يا اولاد، لو حد عقله ما ساعدوش او مخه ما ساعدوش انه يفهم، يكفي انه يسمع من فم ربنا يسوع المسيح ان انا والاب واحد. فما تتلخفنوش، الله واحد ولكن مثلث الاقانيم، هو الاب هو الابن هو الروح القدس. عشان كده اما بنيجي نقول مثلا لما ربنا خلق العالم نقول خلقه بايه؟ مين اللي خلق؟ باي صفه؟ باي اقنوم؟ الابن، لان الابن يمثل هو العقل، هو خلق العالم بايه؟ بعقله. عشان كده نقول في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله، كل شيء به كان، وبغير لان بدون عقل الله ما كانش يبقى في حاجه. لما حب يفدينا ويخلصنا الله ظهر في الجسد، لكن لو حبيت اشيل الله واجيب صفه اقنوميه يبقى مين اللي قام بالدور ده بصفته العقل؟ يبقى الابن. يبقى هنا الابن. فهمتوا ليه بنقول الابن هو اللي تجسد؟ نقول الله تجسد او الابن تجسد، لكن ما ينفعش نقول الاب، لان هو انا بتكلم على صفه فيه، او دلوقتي شخصيه، صفه شخصيه فيه، هو الاب هو الابن هو الروح القدس. اديت مثل قبل كده والقياس مع الفارق طبعا عمره ما هيكون متطابق. لأن الله بسيط غير مركب، هو كله آب هو كله ابن هو كله الروح القدس بدون تجزئة.
لكن أنا ممكن أدي تشبيه للتقريب لكن مش متطابق. كان مثلا بقول لو أب كاهن كبير ربنا اداله ابن والابن ده علمه بقى طبيب مثلا وبعد كده رشح للكهنوت وبقي كاهن ومعاه في نفس الكنيسة الاتنين كهنة، فالابن ده بيساعد ابوه في الكنيسة وفي البيت بيشرف على علاجه، في الكبر كده محتاج علاج ولا حاجة بيشرف على ايه علاجه، ولو في نواحي قانونية ممكن كابن يمثل الايه الاب يعني. فجي مرة ابونا الكبير ده مثلا تعب، فابنه جاي يقول انا هصلي بداله، هتصلي بصفتك؟ يقول ابنه، نقول له لا ما تنفعش، هو كل واحد ابن كاهن هينفع يصلي؟ ممكن يقول ده انا الطبيب بتاعه، ما تنفعش برضو يا عم، ما ينفعش. يقول طب يا جماعة ده انا كاهن، انا مرسوم ايه كان، ممكن تصلي بس مش بصفتك ابنه ومش بصفتك الطبيب اللي بتعالكه، لكن بصفتك ايه؟ طب هو اتجزأ؟ لا ده هو كله على بعضه دخل وصلى القداس. جه ابونا الكبير ده حب تعب وهيحتاج يعمل عملية، فخده وده المستشفى وجاي يدخل العملية، فابنه هو عايز يدخل معاه، الناس شايفينه في المستشفى انه اب كاهن وكده، فيقول ممكن هدخل معاه؟ يقول لا ما ينفع. يقول لهم ده انا ابنه، ممنوع الابناء ما يدخلوش. يا جماعة ده انا كاهن زميله برضو، مش ممكن تدخل. طب يا جماعة أنا طبيب وتخصصي كذا، ممكن في نفس التخصص؟ قالوا ممكن تدخل بصفتك دي. هو كله دخل لكن دخل بصفته إيه؟ فممكن أقول فلان دخل ككل، أقول اسمه، لكن لما أحب أحدد الصفة الشخصية اللي دخل بيها، بصفته طبيب صلى بصفته إيه؟ كاهن. حتى لو ابوه تنيح وحب يورث، لو راح قال ده انا كاهن زميله، يقولوا له لا ما تنفعش، ده انا الطبيب اللي كنت بعالجه ما تنفعش. طب ده انا ابنه، تورث بصفتك ايه؟ ابنه. هو ما تجزأش، لكن في موقف معين بيتعامل بصفه شخصيه معينه. واضحه؟ هل جزأناه؟ شرحناه؟ هو نفس كيانه وطبيعته واحدة، هي لكن الصفة الشخصية هي اللي اتغيرت. طبعا احيانا التشبيهات ما تبقاش معبرة قوي لما بنيجي نتكلم عن الله، لان طبيعة ربنا غير طبيعتنا احنا، لكن دي امثلة للتقريب وللتوضيح. فعشان كده ما نقدرش نوصف اي عمل، لاما نقول الله يعني خلقنا فدانا صلب عننا، ما اقدرش اقول الاب، لكن كل فعل تم بطريقة ثالوثية. يعني الاب فدانا بالابن في الروح القدس، لما ربنا يسوع المسيح اتولد، الله بكل اقانيمه متدخل في التجسد، الملاك يقول للعذراء ايه؟ الروح القدس يقول ايه؟
الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك. مين اللي اتولد؟ ابن الله، لكن الاب والروح القدس متداخلين برضو في الموضوع، شغالين مش كده؟ فأي فعل إلهي فعل ثالوثي يتم الآب يعمله بالابن في الروح الايه؟ القدس، لأن الثلاثة هم واحد، جوهر واحد. احنا طبعا بنعبر دايما الابن نقول مولود من الآب، لكن الروح القدس نقول منبثق من الايه؟ من الآب. طبعا التعبيرات دي اولا بإعلان إلهي، ربنا هو اللي قالها، الروح القدس الذي من عند الآب ايه؟ ينبثق. وبعض الآباء يشبهوها بالنار، زي ما نقول إلهنا نار أكلة مثلا. النار بيتولد منها نور وينبثق منها حرارة، يتولد منها نور، النور ده مرئي، الحرارة غير مرئية لكن محسوسة مش كده؟ فيقول يتولد نور وينبثق منها ايه؟ حرارة. فدي تعبيرات كتابية احنا بنستخدمها للتعبير عن الاب والابن والروح القدس. فالثلاثة هم واحد، لا يختلفوا في شيء غير الاب بالابوة، الابن بالبنوة، الروح القدس بالايه؟ بالانبثاق. طبعا ايماننا بالثالوث القدوس له بركات كتيره قوي. ده التلاميذ مره زعلوا لما ربنا يسوع المسيح قال لهم انا هيسيبهم ويطلع، فعزاهم. عشان كده بيقول الروح القدس المعزي ارسل لكم البراكليت، فيقول لهم متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الاب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما لكم وكل ما قلت لكم. هو يبكتنا على بر وعلى دينون. فاحنا الروح القدس بيعمل فينا، هو اللي بيبكتنا على بر نعمل الفرق الخير وعلى دينونا. أما نيجي نصلي، الكتاب يقول نحن لا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. حتى في الأسرار، في سر التناول، بنتناول ربنا يسوع المسيح، ومين اللي بيقوم بتحويل؟ يعني احنا عايشين به، نحيا ونتحرك ونوجد. البركة اللي بنديها دايما بركة ثالوثية، انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده في الموضوع دوت.